أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة لايبزيج الألمانية، المدينة العريقة. حياكم الله وبياكم مرة ثانية في مدينة لايبزيج الألمانية. هذه المدينة لعبت دور كبير أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كانت المخزن الاستراتيجي للمعدات ولجميع الأسلحة لغوات المحور. حيث جعلوها الحلفاء مخزن ونقطة استراتيجية للهجوم على برلين من أحد المحاور. أنا صار لها آخر مرة زرتها مرة واحدة قبل 4 أو 5 سنوات، أظني 5 سنوات، لكني يا ليتني ما زرتها اليوم. زحمة الطريق والأعمال اللي خارج المدينة هاي تكرهك أنك توصل المدينة، لو أدري كم ميت. المدينة كبيرة وتسكنها جالية كبيرة جدا من الأخوان السوريين، ويعني على طرف السيتي سنتر محلات كثيرة، مواد غذائية، لحوم، دجاج، بغيت الأشياء الحلال، اللحوم كلها تلقاها هنا في المدينة. كذلك الحلاقين، الرز، الأنواع، البهارات، كل شيء متوفر في هالمدينة. أشياء إسلامية، بقالات إسلامية، كل شيء موجود. نواصل تصويرنا. ما زلنا في لايبزيج ألمانيا. هذه قريبة من دريسدن، قريبة من يعني من برلين. نواصل تصويرنا.
المولات على مقابل محطة القطارات، المولات ثلاثة وأربعة كبار مولات مقابل محطة القطار على الشارع العام خارج هالمدينة، حديقة ملاهي بنروح نشوفها كان بعدها موجودة مكانها. شارع المشاة الثاني، المدينة كبيرة تستاهل يومين إلى ثلاثة اللي بيها. هذا سنتر جديد من 4 سنوات ما كان موجود، اليوم احنا طبعا 3/9/2019 ودرجة الحرارة اليوم الحين وصلت 19، الصبح كان البرودة الحين 19. هذه ملاهي خارج لايبزيج، بيلانتس بارك خارج مدينة لايبزيج، 5 دقائق 7 10 دقائق. حقل في الطريق، وهذه الالتقاطة في الطريق سريع سريع، كان ممنوع شي ممنوع ترى توقفون. هذا يا اخوان نوع من اللي يحب يجرب السكن في برميل، هذا نوع من السكن اللي يبغى يسكن في برميل. اسم الفندق هذا ميني هوتيل، تقريبا 6 حبات 6 براميل موجودين هنا قريب من الميناء. كل برميل له اسم، لما تحجز تتذكر الاسم هذا. هذا جنب طبعا في البناو، منطقة البناو القريبة من ميناء الزوارق. شوف الناس يحبون يجربون الأشياء هاي. من booking.com تقدر تحجز عن طريق booking.com كذلك.